ولا هو صح اكبر فضيحه في الدوري السعودي لموسم 2018 2019 طرد راموس. هذه الفضيحه الكبرى في الدوري السعودي هذا الموسم حتى الان. طبعا في بعد يعني قدام يا يمكن راح تصير فضائح اكبر، لكن هذه الفضيحه الكبرى لموسم 2018 2019 طرد راموس. تعليق بسيط، اكبر فضيحه في الاعلام الرياضي انه الرجل يقدم برنامج لانه مو حقاني ولا يعرف الحق، ورجل يميل وبقوه مع فريق ضد اخر. مو دورك تقوم بهالكلام، هذا رايي. رجل اليوم رايك خش بنفس حطه هني داخل. لا ما خش اليوم فيه رجل هني مع فريق النصر جاي بيتكلم ويقول لي يبي ورايه ونحترمه. فضيحه قلتها حتى فضيحة. لو كان غلطان لكنك فضيحه. تتكلم عن الدوري السعودي اقول لك شيء. نصيحه هذا نصيحتي حق روح البيت. نصيحتي حق الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل. خل نصيحتك لي. يشوف الوضع بيتك ونام عند عيالك. هذا الوصف، هذا اقسم بالله ان فضيحه. لا عشان اوضح لك النعار على الاعلام الكلام اللي تقوله. مشكور. انا ترى منصدم. مشكور. هذا مشكور. تدري شنو عيبك؟ انك تقط قطه وبعدين تسوي روحك فقير وطيب. ما يصير. عيب عيب في حقك. مشكور. الكلام هذا ما تقوله. مشكور يا ما يصير. اروح حق ناقشك تقول والله انا ما انت مو قلت الكلام. غلط غلط منك. انت قاعد تقول مشكور. ما هو دورك. جزاك الله. والله روح بيتك ولا خل فرج يقدم. قاعد مكانك وقاعد مكانه وقول اللي تبي. اوكي.